السلام عليكم، معكم إيمال قرناوي، عضو فرع المنظمة المغربية الطفولة والشباب. اليوم درنا واحد الحفل بعنوان المسرح البلادي، مشاركين فيه مجموعة من المدارس اللي كاينين في سعادة مراكش. كنشكروا جريدة أخبار الفجر المغربية الحضور ديالها، وكنتمنى يكون استمتعتوا معنا وعجبكم الحفل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تربوية، معكم المنسق ديال فرع المنظمة المغربية الطفولة والشباب سعادة مراكش. المهم احنا في النشاط ديال اليوم هو في مسرح ولد بلادي الموسم الثاني، نظرا لجائحة كورونا يعني تأجل حتى 2022. المهم النشاط تجمع يعني مجموعة من المدارس ديال إعدادية، مدارس ديال سعادة، ابن الهيتام، رياض الزيتون، دار السلام، عبيد الجابري، مدرسة الكوثر إلى دار السلام، كذلك نشوفوا التيكيت، دار السلام. المهم النشاط هو لاكتشاف المواهب اللي كاينة في جماعة سعادة، وكذلك يعني في التنسيق ما بين المؤسسات، وكذلك في التنسيق يعني وخلق برنامج موحد. شكرا للاخبار الفجر على الحضور ديالها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم محمد غلازان، رئيس تجميع اباء واولياء وامهات التلاميذ مدرسه بني عيش. احنا الان في صدد تفعيل مجموعه الانشطه الثقافيه والتفعيليه لفائده التلاميذ المدرسه، وبشراكه مع منظمه المغرب الطفوله والشباب اللي كتساهم وتكرس لنا مجموعه من الموضوعات اللي ممكن ان التلميذ والطفل على حد سواء انهم يستفدوا من الانشطه الثقافيه، بخصوص انهم متعطشين لمثل هكذا انشطه، وبخصوص انه المنطقه هنا كتعرف مجموعه من النقاط السوداء والبؤر ان صح التعبير. مثل هذه الانشطه كتحفز بعض الاطفال والمراهقين بالخصوص على انهم يتخطاوا ديك العتبات ديال الانفعال، رفقه الاباء ديالهم، رفقه التلاميذ اللي كيكونوا مثلا في المحيط ولا في المؤسسه. هذه الانشطه كتعطي واحد الشحنه، واحد الدفعه لبعض الاطفال والتلاميذ بانهم يكونوا فاعلين في الميدان، ويعطيونا واحد التلميذ اللي هو تعتمد على راسه، ويعطينا واحد شخصية ناجحة في المجتمع وينفع المجتمع ديالو من بعد. بالتالي نتمنى اننا نكونوا عندنا مجموعه من الانشطه بحال هكا، وتكون مساعده من الفاعلين الاخرين بخصوص اللي تهتموا بهذا المشهد هذا، باش نحفزوا الفئه الناشئه، باش أن تكون عندنا واحد تبارك الله. دابا عندنا مجموعه من واحد الدائره ديال الاطفال اللي عندنا صراحه كتكون كبيره، خصنا نزيدوا نوصلوها لواحد المراحل قصوى باش تعطينا اطفال نجباء ان شاء الله، ولا شباب يافعين نجباء. بالتالي كنوجه الدعوه لكل فاعل في الميدان، ولا حتى الفاعلين اللي عندهم زينه من الامور، انهم يتعاونوا مع الجمعيات باش يعطيوهم واحد الدفعه واحد الحافز بدون مقابل وبدون مصالح خاصه. وشكرا.